الحمد لله رغم أنه بيتنا انقصف وراح، إن شاء الله ضليت قوي ورح ضل قوي ورح أكمل بالفن وبالشيء اللي عم بحلم فيه كل عمري، ورح وصل إن شاء الله لدرجات أعلى وللي عم بطمح فيه كل حياتي. علوش من مدينة إدلب، فنانة تشكيلية. بديت بالعمل الفني من طفولي تقريبا، من لما وعيت على الدنيا أهلي شافوني عم بشتغل بالفن بالرسم بالإبداع بشكل عام. الحمد لله بتقن كل أنواع الفنون، شافوا أهلي عندي كل هالمهارات الفنية وصاروا يساعدوني ووقفوا جنبي الحمد لله رب العالمين. اشتغلت يعني بالأمور الفنية كاملة، مثل اللوحات المقطعة، مثل اللوحات اللوحة كاملة، لوحات خط عربي، مجسمات، أشغال فنية، هدايا. آخر مشاركاتي بمعرض الكتاب بمدينة إدلب 2022 كان قسم مجسمات تقريبا بالكامل إلي. عملت مجسم جامع خالد بن الوليد ومجسم ساعة حمص. طبعا من قبل كنت اشتغل لوحات فنية بشكل عام، يعني شغل هيك رسومات بالبيت، رسومات لأخواتي، رسومات لرفقاتي بشكل عام، بس كعمل دخلت فيه أول لوحة بشتغلها ببداية 2020. وصلت لهالنجاح بعد تعب كبير وحلم كبير كنت أحلم فيه من الطفولة، كان الفضل رب العالمين طبعاً بالبداية. وتاني شيء ماما كتير تعبت معي، وأهلي يعني أهلي كلهم تعبوا معي لوصلت لهون، لكن ماما أكتر شيء. ماما كتير قدمت لي ووقفت جنبي لحتى وساندتني لحتى وصلت لهون، يعني تقريباً هي كانت إيد اليمين بشكل شغلة. بنتي هبة ما شاء الله علي، عند اللي اكتشفتها كانت كتير صغيرة، صرت أنا أدعمها وأقدم لها أي شيء بيلزم لها. وكانت عنا كتير ظروف صعبة، يعني بكل الظروف اللي عدينا فيها الحمد لله ما شاء الله علي تمت مميزة وتحب الفن ونشتغل، يعني ما تأثرت بهالوضع اللي نحن فيه. بتمنى لأني ما شاء الله تكون فنانة عالمية وتصير مدرسة في الجامعة، يصير عنا جامعة فنون جميلة بإدلب تكون هي مدرسة فيها وتكون بأعلى المراتب إن شاء الله.